مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في اول مراسلة من دولة قطر العربية بمناسبة كأس العرب للمنتخبات العربية. اليوم كنتواجدوا لحضور ثاني حصة تدريبية للمنتخب الوطني الرديف بقيادة المدرب الحسين عموتة قبل مواجهة المنتخب الفلسطيني في اول مباراة له في هذه اللقاء. انتظرونا بعد التدريب لنوفيكم باحدث المستجدات. استعدادات الان جاريه للمباراه الاولى والكاس، كما كنعرفوا جميعا مباراه اولى كتشكل حافز نفسي. كيفاش وجدت المقابله؟ والحمد لله الاستعدادات تسمح في اجواء جيده. كما كتعرف المباراه الاولى هي كتمنح لك انك تاخذ المبادره في المجموعه، انك تربع كما كنقولوا صبور الترتيب. ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله نحصدوا ثلاث نقاط، كما كنقولوا تكون هذه هي البدايه ان شاء الله نحو اللقب. الممارسة ديالك في الدوري الاماراتي واش ما كتشوفش انها تخليها امتياز باش تعطي اضافه اكثر، يعني اجواء مناخيه قريبه من قطر اكثر؟ نتمنى ان شاء الله نقدموا اضافه للمنتخب الوطني المغربي، سيما كما كتعرف المنتخب المحلي هو اخر واحد فاز في البطوله الافريقيه، يعني تكون عليه شويه ديال الضغوطات لانه حامل لقب في افريقيا. ان شاء الله نمثلوا احسن تمثيل للمنتخب الوطني ان شاء الله. واش تشوفوا الاجواء هنا في دوله قطر بين المنتخب الوطني؟ الحمد لله كما قلت لك الاجواء كامله جيده. نتمنى ان شاء الله نقولوا كما كنقولوا نبرزوها في المباريات ان شاء الله. اولا الحمد لله، يعني الاجواء تشمر في اجواء جيده اللي كتسود واحد روح المجموعه وروح الوطنيه. الكل واعي بالمسؤوليه اللي كتنتظرنا مباريات اللي غتكون صعيبه. فالحمد لله حنا في دورنا كنحاولوا ما امكن نكونوا في اشم جاهزيه ديالنا ان شاء الله باش نكونوا في اول العطاء ديالنا ان شاء الله في المنافسه. باش ما كنشوفش بان المنتخب الفلسطيني كيتعتبر على الورق انه منتخب سهل، ولكن بالنسبه للاعبين انهم يحسوا بالمسؤوليه على انه هو المباراه الاولى للقفل ديال التاهل. وهذا هو الدور، يعني جميع مكونات الفريق هنا كيحاولوا ما امكن يزرعوا فينا ديك الروح ديال المسؤوليه اكثر. ما كيف قلت على الورق ما كيتلعب والو، ما كنامنوا بالداخل رقعه الميدان. فهذا هو الهم ديالنا ان شاء الله، ونكونوا حاسين بالمباراه وناخذوها بجديه كبيره باش ان شاء الله نقدروا نسهلوا علينا كيف كنقولوا ان شاء الله. المنتخب المغربي من المنتخبات المرشحه بالظفر باللقب ديال البطوله. متاكد بالنسبه لي هذا فهو شرف لي نكون من بين الفرق اللي كتحظى بالاهتمام هذا، ولكن حتى حنا كيجلسوا بدورنا فالعمل والشهاده ولا يقدر يخلينا من بين المرشحين. فان شاء الله نتمنى نكونوا في اتم الجائزه ديالنا ان شاء الله باش نقدموا مباراه كبيره ان شاء الله ونكون بين الفرق المرشحه بالفوز بهذه البطوله. شكرا.